يا بنت انت اصلا مسجله اداب، وانا لو عايز احبسك اروح امك احبسك من غير اي حاجه خالص. طبت وبطلت وحياتك يا باشا. امال تليفونك كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني؟ امريكاني مين سعادتك؟ ريتشارد يا بنت. ريتشارد اعرفه، بس معرفه عاديه يعني. وما تعرفيش اروح امك ان اتقتل بعد ما كلمتيه بساعه؟ ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزني اروح له، بس ما رحتلوش. ما انا قلت لسعادتك ان انا تبت. عندك شهود على الكلام ده؟ طبعا يا باشا، ناس كنت قاعده معاهم. مين يا بت؟ فيصل ونواف. لا طالما فيصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي. قضيه رقم 216 اتلاف وحريق عمد، المتهم فيها دسوقي عبد العال محمد. حاضر يا سعاده الريس. الدفاع يتفضل. فريد كرم موسى المحامي حاضر مع المتهم بشخص. اتفضل يا استاذ. احنا عندنا ورقه هنا بيقول. قولي لي يا ناسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلعي النضاره لو سمحتي؟ ها قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسه ديكور، وكنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديده. رحت له الساعة كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعة. اخدت فلوسي ووراني شوية اكسسوارز للفيلا الجديدة ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجة غريبة؟ لا. يعني وانت خارجة من الباب ما لمحتيش فيسبا توصيل طلبات للمنازل واقفة قدام الباب؟ لا ما خدتش بالي، مركزتش يعني. مركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفتره قصيره ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كانت قتل. ماشي ماشي يا نانسي. الفقر والغلب وقلة الحيلة هما اللي جابوني النهاردة هنا. جابوني علشان أشهد زور على واحد مظلوم ويخش السجن ويبقى ذنبه في رقبتي. سامحني يا رب، سامحني. أنا عارف إن أنا مقصر في حقك يا رب. لا بصلي ولا بركع، بتفرج على أفلام مش كويسة وبتعرف على بنات على النت، لكن بخاف منك قوي، بخاف منك قوي يا رب، وبحبك قوي، بحبك قوي يا رب. انا عارف ان انا بصلح الغلطه بغلطه ابشع منها، لكن كل ده عشان اختي صبرا. فلوسها ترجع لها بدل ما تتسجن وولادها يتشردوا في كل حته. سامحني وعافيني واغنيني وعم عيني على الحرام. سامحني وهتبقى اخر مرة، اخر مرة يا رب. معلش، احنا بقينا في زمن الواحد بيسرق فيه علشان يدوب يقدر يعيش. ارحمني، ارحمني من العذاب اللي انا فيه يا رب، ارحمني يا رحمن يا رحيم، ارحمني يا رحمن يا رحيم. قلبي عندك يا علي. انا مقهوره علي قوي يا سعيد، ده مهما كان ابويا. لو تحبي تروحي وانا قلت لك كام خبر تكتبيه مفيش مانع. بالعكس، ده الشغل هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيني همي، وقضيه الامريكاني ده بالذات في حاجه شداني. بقول لك ايه، دول الجماعه بتاع قضيه الامريكاني. لا يا راجل. تعالى معايا لو سمحتوا. ممكن بس اخد منكم ممنوع. اتفضلي من هنا.
بالراحه شويه على نفسك. بقول لك اتفضلي من هنا. انت بتعمل كده ليه؟ اتفضلي امشي. ايه اللي اتفضلي امشي ده؟ خلاص يا علي يلا علي. يلا بقول لك ايه، في عسكري حبيبي هنا ظبطته وقال لي هنعرف نتكلم معاهم. نادي على شهود. الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي. الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فندم اسمك وسنك وعنوانك؟ عامر ابراهيم عفيفي، عندي 46 سنة، 11 شارع المعز المتفرع من الشارع الجديد ولا ابو العلا. فندم قول والله العظيم قول الحق يا عامر. والله العظيم اقول الحق. حق الله يا باشا، اصل ريتشارد ده كان جدع طيب وابن حلال. الله يرحمك يا ريتشارد. سبحان الله، ده انا لسه كنت عنده يا باشا. وكنت عنده بتعمل ايه؟ اصل المرحوم الله يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيره بالكراتين. بيره؟ ايوه يا باشا، ما انا اصل سعادتك يعني شغال في محل بيره. ايوه بس انت مكتوب في البطاقه سباك يا رحمك. ايوه يا باشا، ما انا كنت شغال فعلا سباك، بس اكل العيش بقى يا باشا يعني، وكنت عايز انطق من نفسي بقى. رحت له الساعه كام بالظبط؟ تقريبا 8 ونص يا باشا، اصله سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وانا جبته له، اصل ده زبوني. زبونك كان طالب منك ايه يا ابو الشوق؟ ازازه التكيلة يا باشا، وانا جبتها له مخصوص من السوق الحره. اصل الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي، كان غاوي تكيله وليمون. لا ما شفتوش. امال انت جاي ليه؟ انا جاي اشهد شهاده زور. أيوة يا سيادة القاضي، جاي أشهد شهادة زور، بس غصب عني مضغوط عليا. الأستاذ منير اللي هو سكرتير المدير اتفق معايا إنه يديني رشوة 10,000 جنيه علشان أشهد شهادة زور للراجل ده. باشا أنا ما نمتش طول الليل، ضميري كان بيأنبني. ثلاثة بالله العظيم ثلاثة باشا، أنا كنت قاعد بره القاعة بادي على نفسي بالشلل عشان ما اخشش القاعة دي واشهد على الراجل ده ويبقى ذنبه في رقبته. الراجل ده ما ولعش المخزن يا باشا، ما ولعش المخزن يا باشا، تلاتة بالله العظيم ما ولع المخزن يا باشا. انصدينك انصدينك يا عم، والله العظيم انت ابن حلال، والله العظيم انت ابن حلال. لو بتكذب هحبسك يا عامر. انا قلت الحقيقة يا باشا، اللي انت شايفه سياده القاضي احكم بيه، بس انا قلت الحقيقه وريحت ضميري. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معنا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه
اخد طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه ومعهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي، واضح ان الواد ده محترف. اه هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد مع عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. اه ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرق الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفتلكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله، طب ما نانسي ليها بصمة على أكرة الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حتة في البيت، ده غير طبعاً صاحب البصمة المجهولة اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغاية دلوقتي. ده واضح إن انتوا تعرفوا آدم ده كويس جداً. لا يا باشا، أصل آدم ده حبيب هشام بيه. وارد إن نانسي أو البواب أو السواق يكون لهم بصمات جوه الشقة لأنهم يومياً بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن آدم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقة ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيس لغاية اوضه النوم؟ جايز. جايز يا سيف بيه. بس على فكرة، لو كان هو اللي عملها، أنا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبة، يمكن نوصل من خلالهم لأي خيط يوصلنا لآدم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعة. هات لي أهله وحقق لي معاهم، إن شاء الله تجيب لي الجيران. تحت أمرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. انا جبت لك شويه هدوم يا رب يطلعوا قدك، وجبت لك هنا بقى شويه بقاله ومعلبات عشان لو حسيت بجوع ولا حاجه. اسيبك بقى عشان اطمن على نانسي. جميلك ده دين في رقبتي. جميل ايه يا ابني؟ ده انت اللي جميلك مكلبش في رقبتي. حضرتك بتفكرني بابويا قوي. وانت الصوره اللي تمنيتها لابني اللي اتحرمت منه. صعبان عليا شاب ابن بلد زيك كده يتبهدل. ربنا يخليك يا حاج. مقدس، من قلت لك مقدس. سيدي الاثنين احباب الله. طبعا طبعا. على فكره انا سبت لك فوق على الكومودينو مبلغ كده بسيط يمكن تحتاج لحاجه، وجبت لك المصحف اللي طلبته. يلا سلام. عليا، أنا جايبك هنا عشان نحتفل بمناسبة سعيدة جدا. توزيع الجريدة بقى في العلاني خالص، ده احنا بنفكر نعمل طبعة تالتة بفضل الإقبال على فضيحة والدك يا صحفية موهوبة. متشكرة أوي يا فندم. الله، ومالك بتقول ايه كده وأنت زعلانة؟ ده المفروض تفرحي يا عليا، ده أنت عاملة خبطة صحفية مكسرة الدنيا. للأسف الخبطة المرة دي جاية فيا أنا شخصيا، ومأثرة عليا في بيتي ومع عيلتي. عموما أنا مقدر موقفك تماما. كان نفسي افرح باول خبطه صحفيه ليه، بس للاسف مع الفرحه في مراره مش راضيه تفارقني ابدا. يا علي لو عايزه تاخدي اجازه يومين ثلاثه اسبوع وبمرتب كمان، ده انت متي الجريده. بالعكس يا فندم، ده الشغل هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيني همي ومشاكلي، وعشان كده انا طلبت اقابل حضرتك النهارده لاني معايا موضوع مهم جدا. موضوع ايه يا علي؟ مقتل مواطن امريكي على ارض مصر، والمتهم فيها شاب مصري بيشتغل عامل ديليفري. الله الله الله، ايوه كده، هي دي الموضوعات السخنه الجميله اللي بتوزع. ده تحقيق كامل عن الواقعه وسير التحقيقات لحد دلوقتي. طب يا علي انا هقراه وادرسه واوديه المطبع. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. تقبل الله يا عامر. منه ومنك يا صبره يا اختي. يا سلام،
الحمد لله زي ما يكون حجر ونزحمل على صدري. الصح مفيش احسن منه يا عامر. ربنا يكرمه ادم، هو اللي نصحني بالصح. انا لسه بديله دلوقتي في صلاتي ان ربنا يكرمه ويحافظ عليه وينجيه من المحنه اللي هو فيها دي. يا رب اسمع من بقك ربنا. راحت شويه بتخبط. ايه يا مان ومستعجل ايه ده؟ ادم فين؟ ايه ده يا ساتر رب، انتوا مين؟ انت اللي مين؟ انا خالو. اخرس خالص، خش اعطوا لي كل اللي جوه دول. ايه ده في ايه؟ يلا في ايه؟ ايه ده في ايه؟ احنا عملنا ايه يا بيه؟ في ايه؟ انتوا ما عملتوش، ابنكم هو اللي عمل. عمل ايه؟ يلا ايه واخدنا على فين؟ اوعى واخدنا على فين يا عم؟ يما يا حاج ايه ده؟ ايه ده؟ واخدنا على فين؟ اوعى اوعى ما تعملش كده. ايه طب راح عليه طب تضرب ايه؟ تضرب ايه؟ ولا تضرب ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكون في عونهم الناس دي، أنا مش عارف حظهم وحش كده ليه. أنا معرفش الحكومة ليه مستقصدة العيلة دي على طول. حكومة؟ الحكومة مش مستقصداهم، دول عيلة شمال ماشيين غلط. طب والصحة هيجيبوه منين؟ الله، إذا كان أبوهم ذات نفسه طلع شيخ منصر. جات أم نيلة جيرة تعر. هل أنا كنت قاعد أخش معاهم الجمعية ساعتهم؟ جمعية؟ الجمعية دي لازم تخرجي منها، دي عيلة تاكل مال النبي. لا يا حبيبي أنا خرجت والحمد لله خلاص. حرام عليكم بقى، حرام عليكم، ارحموني كفاية. أنتوا بتحاسبوني على إيه؟ إنكوا غلط؟ أنت شايفة إنك لما تشاوري على أبوكي وتقول لهم امسكوه ده صح؟ أبوكي سرق ورشى ودلس ومن حق المجتمع إنه يحقق معاه، ولو ثبتت إدانته يتعاقب. مش هو لوحده يا حبيبتي اللي هيتعاقب، احنا كلنا معاه وانت كمان. ولا انت نسيتي انك انت شايله اسمه؟ شايله اسمه، اسمه وبس. يا ريتني كنت خدت منه حاجات كتير، يمكن كنت بقيت زيكو. بس ما اخدتش ومش عايزه اخد، انا عايزه اعمل الصح، الصح وبس. وسمعتنا اللي باظ صح، والفضيحة اللي حصلت، والجوع والخراب اللي هنتعرض له برضو صح. يا بنتي انت علشان تعملي الصح غلطتي في حقنا كلنا وفي حق نفسك. طمني يا ستي، آدم في أمان، وجبت له أكل وكلم أهله وطمن عليهم وكله تمام. طمنيني انت على نفسك، عملت ايه لما استدعوك في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل ايه؟ سالوني ايه علاقتي بالقتيل. اكيد، امال هم هيستدعوكي ليه؟ المهم انت قلت ايه؟ ولا حاجه، قلت لهم ان هو كان عميل عندي، واكدت على اني كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا، بس قلت ان انا روحت قبل الميعاد اللي انا روحت فيه بساعه علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. عال كده تمام قوي، اوعي يكون بان عليكي اي حاجه. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبيين الحكايه على البوليس لغايه امتى؟ لغايه ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات. طب وافرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغايه ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببراءتكم. انهي احسن بقى، انكم تستنوا بره لغايه ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكم للسجن لغايه ما يظهر دليل براءتكم ويعالم هيجي امتى؟ ما اعرفش، انا ما بقتش عارفه حاجه خالص. مشاهدينا الكرام، اليكم هذا الخبر العاجل. جورج، نانسي، انت في ايه؟ الحقوا بسرعه. في ايه؟ جماعة شهداء الجنة مسؤولية عن حادث مقتل القاتل الأمريكي من القاهرة، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي
عمليات جماعتي في مصر وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. يدي المصيبة، يدي المصيبة، انت كده ظلمت أكتر. وكنت عايزة تروحي تعترفي. الحمد لله إنك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل؟ العمل عمل ربنا. إيه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس ولا حظه وحش؟ ده احنا في كارثه. كدب كدب، ايه ده؟ ما يعملش كده. ما هم اللي بيقولوا هم يا بنتي، واحنا جبنا حاجه من عندنا. اكيد في حاجه غلط. ما هو مش معقول برضو الحكومه هتقول الكلام ده الا اذا كان عندها دليل. والواد ده مش معقول يكون منضم لجماعه زي دي ويدور علينا واحد واحد يقول لنا سره. لا، الواد ده طلع بير مالوش قرار. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا نجانا منه قبل ما نجوزولك. في ايه يا عبيد؟ انت ليه محسسني انك ما تعرفش ادم؟ ساتر يا رب، ده ابننا ومتربي في وسطنا. ابننا منين؟ ابننا منين يا حاجه؟ ده حيالله جارنا. وانت هتلبسينا مصيبه ولا ايه؟ الاب مرتشي ومقبوض عليه والواد ارهابي. حسوكوا عينكوا، اسمع ان واحده فيكوا لسانها خاطب لسان العيله دي. صدقني يا باشا انا ما اعرفوش. انت هتستعبط يا روح امك، مش ادم ده ابن اختك؟ ايوه ايوه يا باشا، ابن اختي. انا خالف فعلا. هلا باشا، بس بعيد قوي. احنا بصراحه عيله مفككه ووسخه اخر 36 حاجه. احنا عايشين مع بعض في البيت زي ما يكون عايشين في بنسيون معفن قذر. مفيش اي حد له علاقه بالتاني، ولا نعرف مشاكل بعض، ولا بنصبح على بعض. وادم ده بالذات انا ما اعرفوش يا باشا، ادم ما اعرفوش. بس لدرجه ان انا كنت مقطع اختي بسبب الجواز، انها جوزت ابوه. بس النصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازه السودة دي. بس انا عايز اقول لسيادتك بالله عليك يا باشا، صدقني ادم ده طيب وابن حلال. ولا انت شكلك كده غاوي الصعبات، وانا هظبط امك. بالراحة يا نانسي على نفسك شوية، أنا خايفة عليك. بالراحة؟ بالراحة إيه بس؟ أنا ضيعت مستقبل الولد. ربنا هيناكي إن شاء الله. إزاي؟ ده ما بقاش قاتل وسارق بس، دول خلوه إرهابي كمان. للأسف كل الظروف ماشية ضده. أنا هروح أعترف بكل حاجة وأشهد إنه كان بيدافع عني. بتفتكري انك هتنقذيه بالطريقة دي؟ هي دي الحقيقة يا بابا، ما هي لازم كل الناس تعرفها. الحقيقة ما حدش يعرفها غيرنا احنا. ايوه يا حبيبتي، لازم نفكر بالعقل. اي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا، وهيخسرنا كل حاجة. فوز الدنيا يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ تعيشي حياتك عادي جدا، وما تنسيش انهم ممكن يكونوا بيراقبوكي. بيراقبوني؟ طبعا، انت مش طرف في جريمة قتل. ومين؟ امريكاني. طب وادم هنعمل فيه ايه؟ هخبيه في مزرعة الفيوم. وجوده في القاهرة بقى خطر عليه. لغاية امتى يا حبيبي هنغبيه كده؟ لغاية ما نشوف الامور هتوصل لفين. وقفي معانا يا عدرا يا بندور، وقفي معانا. Thank you.
وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في احلى من ليلي؟ بس مش غريبة يا جماعة ان احنا الاتنين مع بعض في ليلة واحدة. وين المشكلة ان احنا نهيص؟ ما انتوا عارفيني بحب اللب، وانتي بيضة وهي سمرة وكل بستان زهر. انا بقى بصراحة عايز انبسط قوي النهاردة. عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني. بس كده؟ وانا اللي فاكرك مؤدبة. لا وترقصوني كمان. انا شارب ثلاثة ستيلا ويجي ثمانية كمان اي دي. انا راجل قوي مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب ثلاثة ستيلا. انا راجل قوي مش الا. انا شارب ثلاثة ستيلا. انا راجل قوي مش الا. انا عامل دماغ عريش. انا حكومة يا بابا. بس يا رحم ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بيه؟ يا باشا هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا مش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، وما بعملش حاجه غلط. ما بعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم بس؟ يلا يا ماما يلا يا فندم. طب غير هدوم. يلا غير هدومي. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ اه يا فندم اعرفه. علاقتك بيه؟ هو صاحبي وزميلي في الكليه والواد ده رجوله يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكليه؟ ولا كان في وقفات احتجاجيه بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا انا ولا ادم لينا في السياسه، والوقفات الاحتجاجيه دي هي اللي عرفتكم بيا. وبعدين يا فندم والله كانت وزت شيطان وراحت لحالها. انت تعرف مكان ادم؟ اه يا فندم هو ساكن في حاره في بولاق ابو العلا. يا سلام. اه بس الحقيقه مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا واد. ما احنا عارفين العنوان. على فكره انت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص انا بس عايز اخدم يعني. هو ادم عمل ايه؟ يعني انت مش عارف ادم عمل ايه؟ لا يا فندم والله ما كنت سالت حضرتك. مش شغلك. ومروح يا كريم واول ما اكلمك الاقيك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. انتوا هنا بتشهدوا في جريمه القتل؟ جريمه القتل؟ امال انت كنت بتهبب ايه جوه؟ كانوا بيسالوني على ادم. ما هو ادم هو المتهم في جريمه القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. ايه؟ ادم لا يمكن يعمل كده. وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات الجماعه. شايف؟ انا مش عارف بس يا باشا وسائل الاعلام دول عمالين يجيبوا في سيره الناس من قبل حتى ما ندينهم او نثبت براءتهم. ده كده بيبوظوا لنا شغلنا. بيني وبينك برضه يعني الواد ابن صبره ده بقى ما وضع شك ملف وبيقول ان ممكن يمشي في الطيار ده. مش عارف يا باشا انا حاسس ان الواد ده ملوش اي علاقه بالجماعه دي، وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجه تانية يعني، جريمه قتل عاديه مش مستاهله بقى ان الملف يجي عندنا ونحقق فيه. طالما الجماعة اعترفت بقت مهمتنا، والمفروض ان احنا نلاقي الواد ده بمنتهى السرعة. بقولك ايه يا شيخ؟ تشرب حاجة؟ ربنا يخليك يا سيدي باشا. انا عايزك تبعت للنائب العام طلب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجة عن القضية في جميع وسائل الاعلام. عايزين نشوف شغلنا بقى، الكلام ده مش هينفع. واضح انك بقيت المتهم الاول في القضية. في جماعة ارهابية اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كده. انا عارف انهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم، عشان كده وجودك في القاهرة خطر عليك. هما نروح فين يا دكتور؟ اختك عندي تستخبى في مزرعة صغيرة في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. انا ايه بس اللي بيحصل لي ده؟ حوادث ومفاجآت ما كانتش تخطر على بالي. يا ترى اللي جاي خير ولا شر؟ يا ترى صدقوا اللي قلته في التحقيق ولا شاكين فيا وبيراقبوني ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. نانسي. هاي ازيك يا امير؟ هاي ايه؟ انت كويسه؟ اه انا كويسه الحمد لله. بس انا قلت اعدي واطمن عليك. لا انا كويسه. عملت ايه في المشوار اللي رحتيه مع بابا امبارح؟ مشوار ايه؟ المشوار اللي كنتوا هتروحوه سوا ساعه لما جيت لكم. بس انا لمحته نازل ومعاه شاب كده وما شفتكيش. بالمناسبه مين الشاب ده؟ ده واحد قريبنا. واحد قريبنا وبابا كان رايح يوصله محطة القطر وبعدين أنا كنت نازلة معاهم فعلا، بس تعبت ومبقتش قادرة أنزل فسبتهم. ألف سلامة عليك.
هو انت بتتجسس علينا او حاجه؟ هتجسس عليكم ليه؟ دي كانت صدفه. بس انا لما جيت لكم ما شفتش الشاب ده، ما كانش موجود. كان في الحمام يا سيدي. وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شفته كله يعني في الدقيقتين دول. انا اسف، معلش ان انا بتدخل في اللي ماليش فيه. لا اتس اوكي، انا بس اللي تعبانه شويه ومش عايزه اتكلم دلوقتي، معلش. طيب انا اشوفك مره تانية. لو سمحت. نعم يا سيدي. كنت بسأل على موظف عندكم هنا اسمه عامر أبو الفضل. تجيب لي السيرة الله يكحمه. ما هو السبب في اللي أنا فيه ده. معلش، ألف سلام عليك. الله يسلمك يا خوي. يا سيدي أنا عايزك حضرتك بس تقول لي هو فين بالظبط؟ بقالي يومين ما بيجيش، وقادر يا كريم ما يجي تاني يا رب. طيب مش عارف، حتى ممكن تدلين على حد يديني عنوان؟ أنت مستقتل عليه كده ليه؟ ده راجل بومة ونحس، سيبك منه. يا سيدي أنا مش مستقتل ولا حاجة، المسألة إن هو معايا سايب بامانه معايا، فانا عايز اوصلها لك. خلاص بقى، روح شؤون العاملين، شوفوا هناك وهم يدلوك عليه. ماشي، شكرا يا سيدي. الله يخرب بيتك يا عامر يا بوز الفقر، يا رب تطسك عربيه. ادخل. ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكا على يد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف وضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي؟ الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. رأي عالية ان انا رئيسي في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحكمه. كل وسائل الاعلام ذاعت الخبر، مش احنا بس، كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم، انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميل، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عالية، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه عالية، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عالية مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده. امين مرزوق عبد الله يا فندم. انت بقى مرزوق؟ ايوه يا فندم. انت نيلت ايه يا ابني؟ في ايه حضرتك؟ كلموني عايزينك في امن الدوله. ازيك يا مرزوق؟ الحمد لله يا فندم. تاكل حمام؟ شكرا. ده خاطب البيت اخت ادم عبد الحي. ايوه يا فندم. حلوه؟ ايه السؤال جه على غرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه سعادتك. ايوه. طالما بقى اللي اشوفه سعادتي، يبقى انا مؤاخذه يعني واخد على خاطري منك. يا اخي الواد ادم عبد الحي ده عمل عامله مليانه ب60 ميله. الواد ده مش بيحترمك على فكره. انت في المستقبل هتبقى جوز اخته. وبعدين انت ابن مصر. راجل من رجاله مصر. وبتذاكر. خدت كليه الحقوق. في المستقبل ممكن تبقى ضابط شرطة، يعني ممكن تبقى زميلي، ممكن تبقى هنا هو جاري معايا في أمن الدولة. انت مرزق يا ده مرزوق والله مرزق. ايوه يا فندم، بس انا عايز اقول حاجة. يا ابني قول اللي انت عايزه، بقولك احنا زمايل. خد راحتك مرزوق، سامعك. اتفضل يا فندم. ادم ارهابي وابن 60 كلب.
مرزوق؟ عايز تقول حاجة لأدم؟ إرهابي وابن 60 كلب. احنا متفقين اهو، المسألة خلصانة. بس أنا مرزوق والله العظيم ليه أحتب عليك؟ ازاي يا مؤاخذة يعني تبقى عارف إنه إرهابي وابن 60 كلب وما تعمليش مفاجأة وتجيبه في إيدك كده وتخش عليا؟ عارف يا مرزوق مشكلتي في حياتي إن مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص، أنا دايما اللي بعمل مفاجآت للناس. بص يا مرزوق، أنا عايزك تركز في اللي هقوله لك. آدم عبد الحي هنجيبه، بس لما نجيبه إحنا كنظام، النظام ساعتها مش هيرحمك، لأن النظام هيعرف إن أنت كنت عارف إن آدم إرهابي ومتستر عليه. أظبط؟ لكن لما انت تجيب لي ادم عبد الحي الوضع هيختلف. بص يا مرزوق، جبت لي ادم ما جبتليش ادم في الحالتين انت معايا. جبت لي ادم هتبقى راجل من رجالتي معايا هنا في مكتبي، ما جبتليش ادم عبد الحي برضه هتبقى معايا بس مش في مكتبي، هتبقى في الاوضه اللي جوه. وربنا يكفينا ويكفيك بقى شهر الاوضه اللي جوه. انا ما بحبش احرق المفاجآت، هسيبك كده تعرفها واحدة واحدة. مفهوم؟ مفهوم. تعال تفضل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. شريف ابني لسه راجع من امريكا. الحمد لله على السلامه يا شريف بيه. مال يدك؟ الف سلامه على يدك. الله يسلمك. تدرس ده اجدع صعيد اشتغل عندي، راجل في منتهى الامانه. يلا يلا روحوا هاتوا الشنطة. هوا يا دكتور هوا. اوعى تغلط قدامهم، انت من هنا ورايح ابن شريف. هو ابن حضرتك فين؟ هاجر، هاجر من سنين، والارض دي انا اشتريتها على امل انه يعيش فيها ويبقى وسطينا. ربنا يرجعه لك بسلام. قعدت اربي فيه ولما كبر هاجر وما فكرش فيا. يلا طيب شباب ربنا يهديه. على فكره انا جبت لك لابتوب وفلاشه النت عشان لما نتكلم من خلالها دي أأمن طريقه. اتفضل اتفضل. الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. ألو مصطفى، ازيك يا درش؟ تحت النظر يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ طيب جميل جميل. بقول لك ايه، انا عايز اطلب منك خدمه. ربنا يخليك. عايزك تعرف لي تاريخ السفر بتاع تذكره باسم نانسي جورج غطاس. نانسي جورج غطاس. مظبوط مظبوط. بص يا درش، هي كانت المفروض ان هي مسافره ايطاليا على الخطوط بتاعتكم بس اجلت سفرها. انا عايزك تعرف لي السفر اتاجل امتى بالظبط. يا ريت يا اخويا يا ريت. لا مش كده، انا بس عايز اعمل لها مفاجاه واوصلها المطار بنفسي.
وادم ما بيجيش يزورني ليه يا عامر؟ اصل ايه؟ ما تتكلم، قلقتني. اصله متهمينه في قضيه سرقه وقتل.